رجاء بكره ان شاء الله، وبعد بقى ان شاء الله يوم الاحد او الاثنين يبقى حلها الف حلال. بكره مباراه مهمه، مباراه صعبه، ولكن كالعاده انا لسه كنت بتكلم عن مباراه الجيش الملكي، كانت نفس الاجواء تقريبا. نعم. النادي الاهلي كان بيلاقي نادي الجيش الملكي، النادي الاهلي كان بطل دوري ابطال افريقيا، نادي الجيش كان بطل الكونفدراليه او ابطال الكاس في مش عارف كانت كونفدراليه ولا ابطال الكاس في ذلك الوقت. المهم كان الكلام اللي جاي لنا في الصحافه، انا كنت بلعب الماتش ده، الكلام اللي كان جاي لنا والصحافه كانت بتوصل لنا ان نادي الجيش الملكي ده نادي في مش عارف ايه، ونادي نفس الاجواء تقريبا اللي بتحصل دلوقتي يا كريم. هو طبعا لا، نادي الرجاء يبقى نادي كبير، ربما يكون متاخر في الدوري، والوداد يعني محتل صداره الدوري بعد مرور 12 اسبوع بفارق 12 نقطه، يعني اكثر 10 نقط في 12 اسبوع، طبعا رقم كبير جدا في عدد اسابيع قليله. فده انا في وجهه نظري يا كابتن اسلام ده يمثل خطوره علينا اكتر منه ان احنا ممكن نستسهل. ليه؟ لان نادي الرجاء انا في وجهه نظري ربما يكون فقد بنسبه كبيره فكره المنافسه على الدوري، لان خلاص الفرق كبير، واضح كمان ان الوداد ماشي بشكل كويس، فيقول لنفسه او الاداره كمان او المنظومه تقول ماتش يوم الاربعاء السوبر قدام نادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا واكبر نادي في افريقيا ونادي القرن واكبر نادي في مصر، ناخد منه بطوله، هيبقى الصدى بتاع اللقب ده اقوى بكتير من صدى ان نكسب الدوري المحلي. وطبعا جمهور الرجاء زي جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وبيحب الاحتفاظ بالبطوله المحليه، ولكن لقب السوبر الافريقي اعتقد بقى يعني لقب مهم جدا. نادي الرجاء نفسه يعني لما خده من الترجي برده كان هو كسبان كونفدراليه ايام كان مع جاريدو، ونادي الترجي كان بطل دوري الابطال، والرجاء لما خد البطوله كان صداها قوي جدا، مباراه كانت قويه جدا 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 ما بين الفرقتين. فانا اعتقد لا، كل دي برضو من الحديث المفروض ان احنا نبقى حذرين جدا في التعامل معاها. نادي الرجاء ربما برضو عنده الامانه، الوضع دي اخبار، عنده بعض الامور مشاكل الاداريين، هو الاداره متغيره، الجهاز الفني برضو متغير، اثنين من نجوم الفريق مالونجو و سفيان رحيمي الاثنين مشيوا من الفريق، فبالتالي اكيد الفريق بيتاثر فنيا بغياب نجمين كبار زي دول، ولكن هو استطاع برضه ان هو يعوضهم ببعض اللاعبين، وطبعا في وجود برضه حميد احداد وبن حليب ومحسن متولي يبقى نادي الرجاء عنده يعني محسن بيلعب من ايام انا بلعب وبصراحه يعني ايقونه 35 ايقونه ايقونه في الفريق ايقونه في الفريق بصراحه، وما زال محتفظ بكثير من لياقته البدنيه، فاكيد طبعا لازم نعمل حساب المباراه بكره.